اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج سوا سوا. اليوم حلقتنا تحديدا حتكون من مدينه رام الله، وتحديدا اكثر رح تكون من مبنى هيئه الاذاعه والتلفزيون، حتكون الانطلاقه للحلقه الجديده مع زميلتنا ميساء عياد. اهلا وسهلا فيكي ميساء. يسعد اوقاتك واوقات المشاهدين. اكيد اهلا وسهلا فيكي في برنامجنا. ميساء بنت الهيئه، عشان هيك حبينا تكون البدايه من هذا المكان. اثبتت ميساء على مدار اكثر من 8 سنين أثبتت نفسها قدام الشاشة بتخطيطها لكل الأحداث اللي غطتها المتنوعة اللي حنتعرف عليها طبعاً اليوم خلال حلقتنا سوا سوا. وهون كانت نقطة الانطلاقة تاعتي دارين من مبنى الإذاعة والتلفزيون، من تلفزيون فلسطيني. تعلمت كل أبجديات الإعلام المختلفة، أكيد محطات كتير مريت فيها إن كانت حلوة أو حتى حزينة، أكيد رح أخبركم عنها ضمن البرنامج وضمن جولتنا اليوم في فلسطين. هذا الصباح على مدار الثمان سنين وأكثر اللي حكيتي عنهم ميساء، ميساء غطت قرى مدينة القدس، مخيماتها، مدن محافظات الضفة، قراها، بلداتها، كل المشاكل اللي كنا نواجهها يعني كانت موجودة غالبا في البث مباشر في فلسطين. صحيح. هذا الصباح يلا نبلش مشوارنا. يلا جولتنا. من بيتنا الثاني انتقلنا لمخيم قلنديا، مخيم الشهداء، لنتعرف على قصص وحكايات عاشها أبناء المخيم. رجعنا بالذاكرة لنكبة 48 وتمسكنا بحق العودة. ميساء، حبيت تكون الجولة بدايتها من مخيم قلنديا، مخيمين تابعين للمدينة القدس. صحيح. مخيم شعفاط ومخيم قلنديا. يعني في خصوصية في هذا المكان. أكيد. بالنسبة إليك؟ يعني أول شيء أنا لاجئة من بلدة عرتوف، سكان المخيم، انولدت في المخيم، كبرت بين حاراته وزقته. يعني مخيم قلنديا يقع إلى الشمال من العاصمة المحتلة، محاط من ثلاثة جهات، جهة حاجز إسرائيلي، وجهة أخرى جدار فصل عنصري، وجهة ثالثة مستوطنة إسرائيلية. يعني وضع مأساوي بيعيش سكان المخيم، رغم كل شيء صعب لأنه سكان أهل المخيم يعني كلهم بحبوا الحياة ومتمسكين بالحياة، متعلمين. يعني أنا درست الصحافة والإعلام دليل أوصل صوت المخيم للناس. حلو. لأنه عن جد يعني في معاناة كبيرة، وفي كمان قصص كتير حلوة في المخيم. يعني لما تدخل المخيم تشوفي الجدران المكتوب عليها بتحسي كمان بأمل، يعني بتحسي بالجانب الوطني وبتحسي كمان بأمل. يعني أنا درست الصحافة والإعلام. أنت أصلا بتمارسي الصحافة والإعلام، يعني تمارسي دورك كصحافية من قبل ما تدرسي الدراسة. صحيح. لكن ثبتيها بهذا الشيء، يعني في لك تصوير فيديوهات كثير خلال اقتحام جيش الاحتلال للمخيم، عمليات اعتقال، عمليات تسليم للجثامين، يعني كل هاي النقاط انا حابه نحكي فيها بهذا اليوم. أكيد دارين، يعني أنا بنت المخيم، عايشة المعاناة وبوثق للناس من خلال شغلي في الإعلام المعاناة الحقيقية اللي بعانيها سكان المخيم. يعني بشكل مستمر يعني اقتحامات كبيرة، عدد كبير من الشهداء، أكثر من 80 شهيد من أبناء المخيم، من بينهم 20 طفل. عندنا أكثر من 100 أسير. يعني أنا بحاول أوصل صوت المخيم من خلال شغلي بالإعلام، ومن خلال ايضا تطوعي مع عدد من الزملاء في مركز قلنديا الاعلامي اللي بنوثق اكيد هاي اللحظات ان كانت حزينه ومؤلمه فعلا. ومش بس احنا بنوثقها، احنا بنعيشها. صحيح. احنا بنعيشها بكل تفاصيلها لانه احنا ربينا بين هالحارات في مخيم قلنديا. لجان العمل التطوعي، انتم كشباب كصحفيين موجودين كمان بقلب المخيم، كلكم بتشتغلوا مع بعض في نفس الاطار لتورجوا الوجه الحقيقي للمخيم. قديش في عندكم مواهب في داخل هذا المخيم، وبنفس الوقت قديش في ترابط بيناتكم. خلال هبة القدس يعني ارتقى مجموعة من الشهداء من داخل المخيم، وكان في احتجاز لجثامين الشهداء، وانت كنت شاهد يمكن الصحفية الوحيدة، البنت الوحيدة اللي كانت موجودة. صحيح. في كصحفية في عملية التسليم، احكي لنا عن هذا الشيء. صحيح. يعني خلال هبة القدس ارتقى من أبناء المخيم دارين 16 شهيد. تم احتجاز عدد منهم في ثلاجات الاحتلال لأيام.
حضرت عدد من تسليم الشهداء، الشهداء اللي كانوا فعلا بثلاجات الاحتلال. كان الوضع فعلا صعب بكل معنى الكلمة، فيش كلمات ممكن أقدر أوصف لك هذا الشعور لما تشوفي أنت رايحة برفقة أهل الشهيد وبتشوفي لحظات أهل الشهيد لما يتعرفوا أول إشي على ابنهم، بعدين لما تشوفي جثمان الشهيد متجمد. لحظات صعب ننساها بحياتنا وبتأثر علينا إحنا في حياتنا يعني اليومية، إلا ما يكون في البعض منهم أنت بتعرفيه. أكيد يعني إحنا في المخيم كنا بنعرف بعض، فكان صعب إنه أنت بتعرفي وبتعرفيه وأنت عن جد رايحة تشوفيه ومتجمد بهاي الصورة. الإشي صعب كتير، في مواقف كتير وقت لحظة التسليم فعلا أنا ما بقدرش أنساها. بنساش والدي الشهيد أحمد جحاج لما شاف وجه ابنه متجمد، طال الكوفية اللي كان حطها على كتفه، كان حطتها على كتفه ولف ابنه فيها ليدفيه. الحارات في مخيم قلنديا سميت بأسماء الشهداء، يعني هذا كمان أكبر دليل على قديش هم حاولوا يكرموا هدول هاي الطبقة من أبناء شعبنا. يعني حلو تمرق من الحارة أو من الشارع تقولي إنه هذا شارع حارة الشهيد فلاني. أكيد لأنه شهيد صعب حدا ينسى، صعب حدا ينسى تضحياته، فتسمت الحارات بأسماء الشهداء، وبعض الحارات تسمت باسم أكثر من شهيد لأنه بيكون الشهيد جاره شهيد وجارهم الثالث كمان شهيد. عدد سكان المخيم دارين إحنا 20,000، 20,000 عايشين مع بعض كعيلة واحدة. الوجع أكيد واحد والفرح كمان واحد، يعني الحياة في ترابط اجتماعي. حلو الترابط الاجتماعي هذا أكيد. جدا جميل. لاحظنا خلال مشيتنا بالشوارع بالأزقة في مخيم قلنديا كلها مرسوم على الجدران، فيها مكتوب عليها شعارات كلها بترمز لأسماء شهداء، لصور معبرة، يعني كأنها مساحة للأطفال إنهم يعبروا أو لبعض الشباب إنهم بدهم يرسموا يعبروا في هذا المكان عن إشي في جواتهم. المخيم أول ما بتدخل المخيم وبتلفي ضمن حاراته وزققه بتشوفي على الحيطان العديد من الشعارات والكلمات، صور الشهداء، العبارات الثورية، العبارات اللي بتأكد على تمسك اللاجئ الفلسطيني بالعودة لأرض الآباء والأجداد. هي برضو صفت مساحة الجدران هاي الموجودة، يعني صفت مساحة لأولاد المخيم ليرسموا عليها ويعبروا كل شيء بخطرب بالهم على هل الجدران اللي احنا شايفينها. خلينا نكمل مشوارنا، مشوارنا طويل اليوم معك بإذن الله. إن شاء الله يعني راح أخذكم أكيد بجولة ميدانية، وأول زيارة راح أخذك دارين عند العم أبو صالح حبسه وأعرفك أنتم المشاهدين على قصته وحكايته. مستمرة مع ميسة عياد في مخيم قلنديا. ميسة كان في تصميم منك انه نيجي على هذا المكان صحيح. على بيت العم ابو صالح وعرفتينا عليه. اهلا وسهلا فيك عمي. اهلا بكم يا حيا. دارين العم ابو صالح هو والد شهيد عنان، انهدم بيته 3 مرات. من هذا الرجل احنا فعلا بنستمد القوه والعزيمه. كثير من محطات تغطيتي في مجال الاعلام التقيت فيه، ان كان لحظه استشهاد عنان، ان كان حتى بتسليم جثمان عنان وهدم البيت كمان. ما انا شايفه الخلفيه لنا هنا، البيت مهدوم، جزء من بيتكم صحيح. اللي انتم بتسكنوا فيه مهدوم من هذه الجهه. شو قصته هذا البيت؟ هذا البيت انهدم، يعني هذه بقايا الهدم. انهدم بعد استشهاد ابني عنان رحمه الله عليه. الله يرحمه. طبعا اخذت وقت وفي النهايه يعني هدمه. وطبعا اثر على بقيه البيت، ويعني الله قدرنا واستصلحنا اللي بنقدر نستصلحه الحمد لله. ميسة ذكرت انه تم هدم بيتك، خلينا نحكي 3 مرات. هاي مره، وفي 48 خلينا نحكي كمان مره، في 75 كمان مره. في 75 في 75 شو كانت الاسباب؟ شو كان ليش تم هدم البيت؟ بسبب اعتقالي. نعم، يعني أنا كنت في الثورة الفلسطينية وتم إلقاء القبض علي. وكان كعقاب جماعي. كان كعقاب، نعم.
كان. اليوم سياسة الاحتلال بهدم البيوت بتتخذها سياسة عقاب جماعي، يعني بعد ما يستشهد الشاب بيهدموا بيت أهله. صحيح، يعني هذا جزء من سياسة الاحتلال الإسرائيلي بأنه عقاب للأهل، لأهل الشهيد، لأهل المعتقل، عادة إنهم بياخذوا قرار مثل هيك بهدم المنزل للأسف. يعني هذا الشيء كمان ميسا كانت حكيت لي عن والدتك شهيدة. نعم، والدتي أثناء هدم البيت ما كانت في البيت، لما روحت على البيت لقيت البيت مهدوم فزغرتت يعني عارفة. فهذا غاضي الحاكم العسكري وقتها والجيش اللي ما وين، فضربوها واستشهدت على أثر هذه الضربة يعني بعد فترة. اليوم دارين بدي أعرفك على حجة حورية. حجة حورية هي ستنا بنستمد منها أكيد كل القوة، إنسانة تعبت كتير بحياتها ومناضلة وأكيد متمسكة بحق العودة، طلعت من بلدها صرعة كان عمرها 4 سنين، رح أكيد نتعرف على حكايتها معها وهي موجودة معنا. الله يعطيك العافية حجة. حجة لما طلعتي من البلاد كان عمرك 4 سنين، بس انت بتتذكري كثير شغلات ورجعتي على البلد على سرعة كمان مرة وزرتيها بأكثر من مناسبة. مزبوط. شو كنتوا تغنوا اشي برجعنا للبلاد لما طلعنا؟ كنا احنا لما بعدت من البلاد بتعرفي كان في حزن وكان العالم بكون متبهدلين واشي، لما امي تكون تنيم الولد صغير تقعد امي تغني له الولد. تعلمت من امي لأن بكيت 4 سنين عمري أنا. شايفة بكيت تقول يا داري يا دارينا وش كان لي تلبانا، يا داري وإحنا راحنا وغيرينا تولى. بتعرفي دارين إنه إحنا كشباب انولدنا في المخيم وكبرنا بين حاراته وأزقته، عرفنا كل التفاصيل اللي عاشوها أبائنا وأجدادنا. يعني من إحنا وصغار كنا نتجمع حوالين الحاجات الكبار يحكونا عن البلاد، عن الذكريات الحلوة، عن الشجر والحجر، عن تمسكهم. أكيد التفاصيل هاي إحنا عشناها، عشان هيك انت بتشوف الاطفال الصغار لما بتساليهم من وين انت بيعرف شو بلده الاصلي وبيحكي لك عنها. هذا الاشي الحلو فينا ان كان بالمخيم او اللي عايشين برا المخيم، انه كل واحد بحافظ على بلده الاصلي. يا بنت الاوادم هذه فلسطين بدها ترجع، ان كان اليهود وان كان لا بدها ترجع. بكى عند سيدي كتاب يكون الجفره، شايفه هذا الكتاب مكتوب فيه من جمله الحديث، تعرف في كتاب هذا مش حرف وحرفين، بيقول يوم القدس يا يوم عبوسي يغدى الدم لبطن الجوادي، يغشى الضيم للدن والرمالي للد والربلة، تخرب غزة وطراف يبنى، ويصير الوبش ما يحمي عجوزة اللي مرته، ويصير العز في راس الجبالي. يا داري يا دارينا يمي الحجر الاحمر، يا داري واحنا راحل لو غيرينا توطن، يا داري يا داري لن عدتي لاليتي بشيدي لبايضيش حنا لحنيتي، وامسى المساء يالي وحبابينا غياب بدي بيجو يا علي ولاني سدي الباب، ربيتكم مثلي ما رب العسل لأحلى. من حارة المخيم لعالم آخر بعيش النكبة كل يوم بسبب ممارسات الاحتلال بسلب الأرض، والهدف تهجير أصحاب المكان لتوسيع المستوطنات
وقصة هدم مدرسة التحدي أكثر من مرة في تجمع أبو النوار للبدو. خلينا نتعرف على الحاج أبو عماد. أكيد العم أبو عماد يعني دائما نحن متواصلين معك وبنتواصل معك في التغطية وأي شيء بدنا إياه في التجمعات البدوية، وأي شيء بيصير في التجمعات البدوية أنت دائما على اتصال في تلفزيون فلسطين وبتوصل لنا المعلومة أول بأول. أكيد بنرحب فيك. أهلا وسهلا فيك برنامج سوا سوا. أهلا وسهلا. يعني من الأماكن المميزة بالنسبة لميسة اللي غطتها في أكثر من مرة، طلبت إنها تيجي على هذا المكان تجيبنا كزيارة لطاقمنا ضمن جولته في حلقة مخصصة لميسة، إنها نيجي على هذا المكان على تجمع أبو النوار. يعني مثل ما إحنا شايفين المستوطنات بتحيطه من كل مكان، معسكر للجيش الاحتلال، معاناة كتير كبيرة، مضايقات كتير كبيرة بتتعرضوا إلها أنتم. خلينا نتعرف أول شيء على على المكان نفسه، قديش بضم عدد سكان، الصعوبات اللي بتواجهوها. إحنا اليوم موجودين أنتم في تجمع أبو النوار معانا هون. تجمع أبو النوار هو أكبر تجمع بدوي في محافظة القدس، بحيث يضم 113 عائلة، 650 نسمة تقريبا. نعم. يقام على 500 دنم من أراضي بلدة أبو ديس، ويقع بين ثلاث مستوطنات، معالي أدومين وقدار رقم 1 وقدار رقم 2 ومعسكر حرس الحدود الذي يربط على مدخل هذا التجمع. أصل سكان هذا التجمع هم من بير السبع وتل عراد، هجروا من أراضيهم عام 48، عاشوا النكبة الأولى وهيهم بيعيشوا في النكبة عمالهم يوم. بس إن شاء الله برغم كل ما يمارسوا الاحتلال على أبناء هذا التجمع والتجمعات البدوية من مضايقات واعتداءات وعمليات هدم، مش راح يفرحون تكون في نكبة جديدة أو ثانية في تاريخ عرب الجهالين. نسبة اختارات الهدم اللي وصلتكم للتجمع قدي نسبتها؟ في عام 2005، يعني بدناش نروح لأبعد من 2005، عام 2005 تلقى التجمع 250 قرار هدم لجميع المنشآت الموجودة فيه، سواء سكنية أو للثروة الحيوانية أو حتى للدجاج، كل ما هو متحرك على وجه الأرض تلقى قرار هدم في عام 2005. توجهنا للقضاء الإسرائيلي واستمرنا في صراع في القضاء الإسرائيلي ليومنا اليوم. قبل حوالي سنتين إلى ثلاث سنوات، يعني في بداية عام 2015، جهزوا حوالي 70 قطعة أرض في أراضي بلدة أبو ديس عند الجبل الغربي، وأخطرونا بشكل رسمي بنقل 30 عائلة من هذا التجمع على هاي الأراضي، إلا أنه رفضنا واستبدلنا المحامي اللي كان موجود، وتوكل محامي الأخ توفيق جبرين من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ورفعنا القضية للعليا. قدموا شيكات مفتوحة، قدموا مبالغ مالية طائلة مقابل أن السكان يرضوا يطلعوا من هذا التجمع للموقع البديل، إلا أنه حتى راعي الغنم في هذا التجمع رفض كل الإغراءات الإسرائيلية. فبعدها بلشوا عمليات الهدم من بداية 2016، هدموا أكثر من 7 منازل في شهر واحد في عز الشتاء وفيهم أطفال معاقين. استهدفوا مدرسة أبو النوار وهدموها 4 مرات متتالية عام 2016. حتى الخلايا الشمسية اللي وصلت للمدرسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي تم مصادرتها في 12/8 عام 2016. في 13/10/2016 خزانات المياه تم مصادرتها للمدرسة. اليوم احنا بنعيش وضع يعني نتيجة المستوطنات ومعسكر الجيش، كاميرات مراقبة على مداخل ومدخل وحيد لهذا التجمع من باب المستوطن الإسرائيلي زي ما دخلتي، أي سيارة تدخل يتم تفتيشها، حتى أن سيارات الأعلاف لما نجيبها للمواشي تلحقها الإدارة المدنية أو الجيش والشرطة ويفتشوا إذا ما كانت هذه السيارات تحمل أعلاف أو تحمل مواد تتعلق بالترميم أو إعادة تأهيل البيوت. يعني استهداف كبير للمنطقة من اقتحامات شبه يومية، من عمليات الهدم إن كانت للمنشآت في هذه المنطقة للبيوت بالإضافة للمدرسة، وبالرغم كل هذه الانتهاكات إلا أنه أنتوا صامدين وفي هاي الأرض. أكيد رسالتنا لن ينجح الاحتلال في تمرير أي مخطط للتهجير أي تجمع بدوي، وكانت رأس الحربة هي أبو النوار من ضمن ما تم استهدافنا فيه خلال الثلاث أعوام الأخيرة. أيضا عدا عن الانتهاكات اليومية لأبناء التجمع هو سحب تصريح العمل من الناشطين ومن أبناء هذا التجمع من المستوطنات الإسرائيلية، الضغط عليهم لترك هذا المكان والانتقال إلى أماكن أخرى. بالنسبة للمدرسة، يعني ذكرت أنها تم هدمها أكثر من مرة، أنتم سمتوها مدرسة التحدي، هذا دليل واضح على أنكم مستمرين وباقين في هذه الأرض. حاليا كيف بيتم التعليم بالمدرسة؟ حاليا يعني بعد عمليات الهدم المتواصلة، ممكن الأخت ميساء غطت التقرير العام الماضي للصف الثالث كان بذكر في صالون حلاقة، وهو لليوم موجود في صالون الحلاقة. الصف الرابع
الرابع في المضافة اللي هي مركز المجتمع، وكلاهم يبعد عن المدرسة الأصلية 150 متر. طبعا طلاب الصف الأول والثاني والمديرة هم في المدرسة الأساسية اللي فيها أمر احترازي موجودين هناك، إلا أنه يعني بكل أسف وتقدر تشوف هذا الإشي بعينك أنه غرفة 3 متر في 4 متر لمديرة مدرسة وأربع معلمات الطاقم عندها والسكرتيرة والمطبخ في نفس الغرفة 3 في 4 متر، وهذا مش بيئة مريحة لا مدرس لا لمديرة ولا للسكرتيرة ولا لمدرسة. الأصل كل واحد تكون كادر التعليمي كامل، لكن حتى يعني أنا بوجه من خلال فضائيتكم من خلال منبركم تحية إجلال وأكبر لكل مربية من القرى الفلسطينية والمخيمات بتيجي وسط رسالة التعليم في مدارس التجمعات البدوية سواء أبو النوار أو الخان الأحمر أو عرب الجهلين في واد أبو هندي أو أي مدرسة في التجمعات البدوية. مساء يعني مشوارنا طويل لفتي فينا في أكثر من منطقة. سمحتكم مش أماكن كتير يعني هذي بس محطتين من اللي أنا صورتهم واللي أنا تقريبا زرت كتير من القرى والبلدات فعلا. المخيمات يعني أنت وصلت جنوب أفريقيا وصلت دول تانية كمان وعملت استندات في في أماكن مختلفة صحيح. كان لك قفز من الطائرة صحيح. أكثر من مرة صحيح. احكي لي والله عن هاي التجربة. جنوب افريقيا كان المفروض اني اطلع مع فريق القفز المظلي الفلسطيني لاغطي تدريبه في جنوب افريقيا، ولكن اتيحت لي الفرصة اني اكون انا عضو بالفريق واتدرب معهم. قفزت من طائرة على ارتفاع 12000 قدم. كيف كان شعورك؟ بصراحة كل شيء مخربط، يعني بتحسي بالخوف وبالحرية بالسعادة، هيك شعور غريب. هذا الشيء التجربة الوحيدة اللي ممكن انا عن جد فعلا ما انساها في حياتي. قفزت من طائرة، كان تحدي انه انا لازم انجح بالقفز المظلي، اثبت حالي واني قدرت اعمل هذا. مع انه كان الشيء كثير بخوف، بس كانت صعب يحكوا عني انه وصلت جنوب افريقيا وما قفزت من الطياره. تحديتي بالضبط، تحدي يحكوا الله يرحمها ولا يحكوا جبال. لا لا سمح الله. ميسا يعني تحدي يعني هذا شيء تجربه كثير حلوه مش كل يوم بتصح لك. صحيح. انت درست الاعلام، لكن بعد ما اشتغلتي في الاعلام لسنوات طويله، وين درستي؟ ليش اخر شيء خلص قلتي لازم ادرس الاعلام وادخل بهذا المجال اكاديميا مش بس على ارض الواقع؟ صحيح. من انا وصغيره بحب الاعلام، بلشت اقدم برنامج انا عمري 12 سنه، كنت اول شيء ضيفه ببرنامج للاطفال عبر اذاعه صوت فلسطين. وبعدها كل اسبوع صار ينادينا عمو مازن اقدم معه برنامج للاطفال. كل يوم عن يوم بزيد حبي للمجال، لانه المجال اللي كثير واسع، فتح لنا اول شيء علاقات كثير كبيره، تعرفت على ناس كثير، تعرفت اكثر على بلدي، على كثير من القرى والبلدات والمخيمات اللي انا عشت معهم ايضا، يعني تفاصيل من حياتهم اليومية. درست الإعلام في أول إشي في بداية درست دبلوم في كلية المجتمع العصرية، بعدين كملت بكالوريوس في جامعة القدس أبو ديس. بلشت شغلي بالإعلام في تلفزيون فلسطين في 2009. صدقا ما يسوين الأحلى، الدراسة ولا الشغل على الأرض؟ الدراسة مختلفة تماما عن الشغل على الأرض. أنا تعلمت الإعلام صح عن طريق الشغل على الأرض. يعني فعلا تلفزيون فلسطين هي كانت مؤسستي الأولى اللي أنا اتدربت فيها، تعرفت فيها على أكثر في على مجالي، قدمت فيها العديد من التقارير إن كانت مصورة، ريبورتاجات، القصص الإنسانية، بالإضافة للمباشرات في البرنامج الصباحي وغيرها من التغطية المباشرة عبر تلفزيون فلسطين، بالإضافة لبرنامج خليك معنا من القدس اللي سلط الضوء ايضا على كره شمال غرب القدس من خلاله. يعني التغطيه كبيره، لفيت فيها كثير من القرى والبلدات، التجمعات البدويه، كره شمال غرب القدس. اكثر المواقع والمواضيع اللي اثرت فيكي ميسا؟ يعني اكثر شيء ممكن انا احكيه عن جد أثر في القصص اللي أنا كنت أعمل عنها، اللي هي المشاكل اللي عم بتواجه الناس ولاقي لها حلول عبر البرنامج الصباحي. أكثر شيء كمان لما ننقل الصورة الحلوة، صمود ناس أمام كل هاي المضايقات الموجودة عليهم، نشوف الأمل بعيونهم. طبعا أنا رافقتك وكنت معاكي مش بس بمشوار اليوم، كمان بالصين كان لنا سفرة كان لنا سفرة على الصين مع بعض تقريبا 15 يوم، وصورنا عدد من التقارير، كان في تعاون مشترك ما بيني وما بينك، اكتشفتك المضبوط هناك وهون كملت في برنامج سوا كملت هذا الاكتشاف بزميلة لنا في تلفزيون فلسطين، فعلا رائعة.
مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام حلقتنا من برنامج سوا سوا لهذا اليوم. كنا مع الزميلة ميساء عياد اللي تابعة لبرنامج فلسطين هذا الصباح. كل يوم صباحا منلاقيها بتطلع علينا من منطقة مع حدث جديد وتغطية جديدة لبرنامج فلسطين هذا الصباح. إلى تسجيل حلقة جديدة من برنامج سوا سوا، إلى اللقاء.